على كل حال للمزيد ينضم إلينا الأستاذ رفعت شكيب عضو مجلس النواب. أستاذ رفعت في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. دعني أبدأ معك بالتوقيت. يعني يمكن تحدثت مع ضيوفي من قبل فكرة أنها لم تكن المرة الأولى التي يستهدف فيها البرلمان الأوروبي الداخل المصري بشكل مباشر، ولكن سأتحدث مع حضرتك عن التوقيت الذي خرج فيه هذا التقرير، مع يعني أن الانتخابات الرئاسية المصرية تخطو دعنا نقول أولى خطواتها. يا أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. ولكن اسمح لي قبل ما أدخل وأتطرق للتدخل السافر من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية المصرية، إن أنا بس عايز أوضح لمشاهدينك الكرام نقطة من أول السطر. اتفضل. لماذا مصر الآن؟ هم يعني عايزين رئيس يقبل الإملاءات بتاعتهم ولا الهري بتاعهم؟ بص أنا راجل عضو مجلس نواب من الشارع من الشعب، وكلامي انا يعني اسمحي لي ان هو كلامي هيكون بعفويه شويه عشان خاطر يعني يبقى في تفاهم في الموضوع من الاول. ليه الهاري بتاعهم الايام دي؟ عايزين رئيس يقبل الاشتراطات والاملاءات بتاعتهم. كان فين احمد طنطاوي من سنه واثنين وثلاثه؟ كان بياخد كورسات وبياخد بيملوا عليه الشروط اللي هو هينزل بيها يعمل اهتزازات في مصر، عشان مصر بدات تبقى على الطريق الصحيح. مصر النهارده يا فندم، لو انا راجل عايش 30 32 سنه بره، لفيت العالم كله وشفت ايه اللي بيحصل في العالم. النهارده مصر تخطو خطواتها الاولى من ساعه ما طلع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر، وبدات مصر النهارده ببنيه تحتيه عالميه بتدرس في بعض الدول، جايه بتاخد كورسات في مصر. انتوا عملتوا ايه في مصر عشان توصلوا للي انتوا وصلتوا له؟ في حياه كريمه وفي المستشفيات وبنيه تحتيه ورصف وصرف وطرق وكباري وحاجات ما كانش الشعب المصري يحلم بيها. ولذلك قبل ما تبتدئ العمليه الانتخابيه وقبل ما الناس تطلع وتدلي بالاصوات بتاعتها في العمليه الانتخابيه، نفاجئ، وكانت دي مفاجاه بامانه، انا بكلمك بامانه، ان في مفاجاه كانت من العيار الثقيل، التزاحم والتكاتف اللي امام افرع الشهر العقاري. وانا رحت وانا دايرتي فيها فرع للشهر العقاري، شفت حاجات غريبه، انا ما كنتش اتوقع كميه الناس اللي بتتزاحم ويجي من الصبح يمشي الساعه 3 4 العصر قاعد في الشمس وفي التراب وفي الهواء والاخره عشان يعمل توكيل لعبد الفتاح السيسي. كمل يا فندم احنا معاك، لانه شاف البنيه التحتيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انتوا جايين النهارده تعملوا اهتزاز في مصر، كنتوا فين من زمان؟ كنتوا فين ايام الاحكام اللي فاتت وايام الحكومات اللي فاتت؟ انتوا عايزين حد تملوا عليه شروطكم؟ انتوا هريكوا قوي ان مصر بدات تطلع وبدات تدخل على صناعه. احنا خلاص، احنا البنيه التحتيه في مصر بدات، الطرق والكباري والرصف والميه والصحة والتعليم والكلام ده كله، وداخلين على مرحلة كبيرة جدا اسمها مرحلة الصناعة في مصر. هو ده اللي مزعلهم قوي، ان مصر هتبدأ تعتمد على نفسها وكل حاجة. احنا خلاص ان شاء الله سنة اتنين ومصر مش هتعتمد على حد، لا في قمح ولا في احنا السلاح عندنا سلاحنا وعندنا البنية التحتية بتاعتنا بدأت تبقى على الطريق الصحيح. النهاردة جايين يعملوا زعزعة في مصر، مصر اللي فيها اشرف وانزه قضاء في العالم وفي الوطن العربي بالتحديد، على مستوى الوطن العربي مشهود للقضاء المصري اني من اشرف وانزه القضاء في مصر. مؤسسات حكوميه مؤسسات عالميه بتشرف على، طب يطلعوا بيان يرفضوا فيه ان الاشراف المنظمات العالميه اللي بتشرف على العمليات الانتخابيه دي مشكوك فيها، وتعالى يا سيدي احنا موافقين، بس طلع لي قرار الاول قول فيه ان المنظمات العالميه اللي انتم معترفين بها دي غير معترف بها انها تشرف على العمليات الانتخابيه. لا، ده 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 ده, 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 ده انا اسف يعني ان اقول ده قله ادب وتدخل لن يرضى به اي مواطن مصري على ارض مصر، في تشكيك في قضائنا العادل، تشكيك في الرئيس. الرئيس اول امبارح قال اللي يجيبوا الصندوق انا تحت امره. الرئيس نفسه قال انا عايز عمليه انتخابيه شريفه نزيهه، واللي يجيبوا الصندوق انا معاه. عايزين ايه تاني؟ طيب استاذ رفعت، خليني اوسع مع حضرتك دايره الحوار واذهب مع حضرتك بعيدا بعض الشيء بهذا النقاش. عايز اعرف راي حضرتك في طبيعه المصلحه اللي بتعود على من يقف وراء مثل هذه التقارير لأن يتم إصدارها في هذا التوقيت يا أستاذ رفعت. كلنا نعلم وكلنا على يقين بالمؤسسات اللي بتدير الكلام ده، وكلنا عارفين إن في دول بعينها وفي مؤسسات كبيرة جدا إرهابية، وفي فلوس بتضخ عشان إفشال العملية الانتخابية في مصر، وفي ناس ومؤسسات إرهابية على أعلى مستوى
عندها استعداد تدفع الغالي والنفيس عشان خاطر تفشل العملية الانتخابية في مصر وتفشل قيام الدولة المصرية من أساسها اللي بدأ فعلا يعملها رئيس مصري من النخاع اسمه عبد الفتاح السيسي، اللي بنى مصر بنية ما حصلتش في تاريخ مصر، وده اللي عمل لهم قلق يا فندم. يعني حاليا الوضع العام في مصر هو اللي خلى الناس دي تفكر ليه مصر رايحه فين. مصر رايحه في مصر طالعه يعني زي ما بيقولوا كده بسرعه الصاروخ لانها تكون دوله من الدول العالميه الرائده في مجالات كتير جدا. عشان كده لازم يكون بصي ما فيش ناجح ملوش اعداء، ودول النجاح بيخليهم يهروا شويه، فاحنا لازم نستحمل، وفي الاخر هيشوفوا ان مصر فيها قضاء عادل وفي منظمات دوليه عالميه بتيجي تشرف على العمليه الانتخابيه، واحنا مش عايزين الكلام ده لان احنا ناصف في قضائنا العادل والشامل. طيب طبيعه الرد على مثل هذه التقارير استاذ رفعت، يعني ما ان خرج هذا التقرير ويمكن الكثير من اعضاء المجلس النواب ورؤساء الاحزاب الكتاب خرجوا للرد على هذه التجاوزات. انا هنا اتكلم بلسان الشعب ولا اتكلم بلسان الحكومه. احنا كشعب كمجلس نواب ويمكن الشعب المصري اكد اكثر من مره ان هو بيرفض اي تدخل في شؤونه الداخليه. لن يرضى المواطن المصري برقابه عليه من اي دوله ايا كان، خصوصا ان اذا كانت الدول دي او الاتحاد ده مشكوك ومشبوه ومشكوك في امره انه بيوالي جهه بعينها ومواقفهم معانا، ما احنا من زمان عارفينها من سنه واثنين وثلاثه وعشرة، من زمان عارفين المواقف السلبيه بتاعتهم تجاه مصر. ولذلك الشعب المصري والمواطن المصري يرفض رفضا باتا، رفضا قاطع ورفض نهائي تدخل اي من البرلمانات الاوروبيه في العمليه الانتخابيه المصريه، لسبب واحد وبسيط جدا، ان القضاء العادل الشامخ في مصر لا يقبل التشكيك فيه، وبالتالي التبعيه للمواطن المصري اللي يثق في قضائه لا يقبل تدخل اي حد في العمليه الانتخابيه المصريه. نعم، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر أستاذ رفعت شكيب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.